بداية الحملة الوطنية التحسيسية لصندوق الزكاة عدد 23. في هذا الإطار نحن في حملة ميدانية تجوب محلات ولاية جان في عملية تحسيس بضرورة المساهمة في صب أموال المزكين إلى في الحساب الجاري، وهذا من أجل التنظيم الذي عملت عليه السياسة الدولية الجزائرية في مؤسسة صندوق الزكاة، والذي ينظم الزكاة وينميها ويضمن العدالة في توزيعها لفائدة مستحقيها وهم الفقراء والمساكين.